جولة لمحافظ مطروح بمدينة الضبعة والتي تحتفل بالعيد الأول للطاقة النووية، حيث تم افتتاح المدخل الغربي بالمدينة بطول نحو 2 كيلومتر، وهو ما يظهر المدينة بشكل حضاري وجمالي يواكب خطة التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة. نحن نفتتح النهارده المدخل الغربي، مبروك لهم برضه افتتاح المسجد، ان شاء الله نفتتحه حالا. بالاضافه الى عندنا سبع طرق داخليه داخل المدينه، ان شاء الله برضه افتحهم قريب جدا، يمكن دلوقتي شغالين في الطبقه السطحيه بتاعتهم. بالاضافه الى المدخل الشرقي اللي زي دوت كده، ان شاء الله ده برضه يعني انتهى منه قريبا. كل ده عشان يساعد على التنميه، يوفر حياه كريمه لاهالينا في المدينه. المدخل دوت طوله حوالي الطريق حوالي 1800 متر، والمدخل سعة الطريق فيه 40 متر وبتوصل لغاية 20 متر. الطريق ده هنتكلف حوالي 24 مليون جنيه. طبعا مدخل مهم جدا للضبعة، بيسهل الحركة المرورية، تسهيل المرور على المواطنين طبعا في الضبعة، لأن في طبعا أنت عارف إن المدخل الرئيسي بتاع الضبعة فيه بعض الخدمات من قسم الشرطة والمستشفى العام وقسم المدينة، فده طبعا هيعمل ضغط مروري على الناس طبعا، فده إن شاء الله هيعمل انفراجة في المرور. عقب ذلك افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أحد المساجد التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، ليصل عدد المساجد التي تم افتتاحها مؤخرا لنحو 31 مسجدا. موجودين النهارده في مسجد رباية من بيوت الله، وهو مسجد التوحيد اللي تم افتتاحه النهارده في مدينة الضبعة بالجهود الذاتية لأبناء مدينة الضبعة بتكلفة 3 مليون جنيه على مساحة 1000 متر مربع، يسع حتى 600 مصلي. الحقيقة مسجد رائع ومسجد في مكان استراتيجي جيد، ونحن دائما ندعم الجهود الذاتية التي تبني مساجد كبرى، لأننا نريد جمع الكلمة ووحدة الصف. وأثنى أهالي مطروح على افتتاح تلك المشروعات التي تؤكد أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة التعمير شرقا وغربا لتصل إلى أبناء مطروح حراس البوابة الغربية لمصر. مشروعات وافتتاحات تأتي بمناسبة العيد الأول للطاقة النووية في مصر ولخدمة أهالي مطروح بشكل عام وأهالي الضبعة بشكل خاص، ويؤكد على اهتمام الدولة بأبناء المحافظات الحدودية. من مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، أشرف مبارك، النيل.